كنا من نروح للجامع هم كنا بس ما شفتوا هالسابة الجامع مالنا هم من هي الريوق احنا نسميه للمصلين، وبعدين من نجي للبيت تجيك الأحبة والأغرباء والأصدقاء، كنا نذبح عجل وكنا ندعو كل الناس اللي كانت موجودة بالمنطقة احنا او غيرنا، اللي احنا نعتبر اكبر العائلة مالتنا هو والدي، كان هو كبير العائلة، فكانوا اخوته كلهم يجون عليها واخواته، فكنا نذبح لهم وفرح وسرور. فكانت الطقوس مالتنا تختلف هناك، كنا مجموعين منطقة واحدة، يعني شلون من كل فخذ بفخذة منطقتك، يعني انت هذا بيتك وهذا بيت اخوك وهذا بيت اخوك وهذا بيت اخوك وعمامك اختك نسيبك اخوك، كنا مجموعين في منطقة. هسه صرنا كل واحد بديرة، كل واحد محافظة، زين، فكنا نفتقد لهاي الشغلات. وكانت الحياة هناك حلوة، الكليش العامة يقول العربية اللي نسويها، نذبح ندع الناس، كنا نضحي. هسه الحال ما يساعد أن أقدر أذبح ضحية، أكثر من 50,000 نفر كنا عبرنا بلمين، لأن القوات الأمنية راح تطوب والداعش منا راح يصير قتال عنيف بين الصفحتين، العوار راح تدمر. فتركنا الجمل على ما يقول احنا بالعرب الجمل بما حمل، يعني انا عفت سيارات اثنين وعفت مكينتي الزراعيه وعفت حلالي وعفت بيتي كامل مكمل، عندي اربع بيوت كلها عفتها بما فيها، وعبرت حتى اخلص اطفالي. انا عندي نسوان اثنين 11 نفر بيتي للقاء، انا افضل ان هنا ابقى بهاي الخيمه احسن ما اروح هناك هم بنفس الخيمه، بس انا هنا انا مأمن وقاعد، وابني يروح للعلوه مال المخضر يشتغل له كم دينار ويجي احسن لي. النازح القاعد بخيمه هاي صار 8 سنين، شنو ذنبه؟ هذا الطفل انا عندي عمره 3 سنين، ولد هنا بسليمانيه ما يعرف منطقته، وعاش بخيمه ولد، وهسه صار يفتم وقاعد بخيمه.